السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أم سارة. إن شاء الله تكونوا بخير. لفيديو تاعنا اليوم إن شاء الله تلبس لكم جاتو وسيترون. بالنسبة للمقادير عندي كاس سكر، كاس زيت، كاس حليب، ملعقة كبيرة نتاع مايزينا، والفارينة عندي كاس ونص من هاد العبر، عندي زوج حبات بيض، عندي كاس ونص كيما قلت لكم تاع الفارينة هادي كاني عبرتها غربلتها، وعندي جو تاع سيترون باش ندير به لو سيرو، وعندي حبة تاع سيترون نسحق لو زيست ونسحق لو جو تاعها. في ريسيبيون نجيب زوج بيضات هذوك نضربهم بيان كوم يلفو، نضيف عليهم كاس سكر ونزيد نضربها، سواء حبيتو بالفوي ولا بالضرب الكهربائي. من بعد نزيد الزيت ونزيد كل ما ندير مكون كل ما ندرب بلوس، يعني ضربي مليح، من الاحسن تستعملي الدرب الكهربائي. بون، ان زدت كاس تاع الحليب، ومن بعد بديت نضيف في المايزينا، المعلقه الكبيره تاع المايزينا، نبدا نضيف في المواد الجافه بشويه بشويه. هنا لو زيت دو سيترون تانيك. بون، انا نسحق لو زيست ونسحق لو جو تاعو. نبدا نضيف الفرينه تدريجيا مع الخميره، وهنايا نسحق كما قلت لكم كاس معمر ونص. نجيب مول ندهنو بيان بالزبدة ونرش عليه الفرينة باش هكذا ما تلتقليش العجينة، ونفرغ داخله هذاك الخليط. نسخن الفرن على 180 درجة ونخليه يطيب حتى يحمر من الفوق ومن التحت، ومن بعد نغسلو باش يطيب لي من الداخل. هذه هي الكيكة نتاعنا. دونك بعد ما خرجتها نخليها تبرد شوية، ومن بعد نتقبها هكذا باش تدخل لها الشربات. من بعد ما شربت لي مليح نزينها بسكر كلاس، نخليها قبل تبرد بيان وبعد نزينها بسكر كلاس وشرائح نتاع القارص، وبيان سور تزين اختياري، كل واحد كيفاش يحب يزينها. وفي الاخر نقول لكم شاهدكم في الجنة ان شاء الله، تلاقوا في فيديو اخرى ان شاء الله عن قريب. السلام عليكم. Thank you.